الهدف نتاعنا ديما كيما نقولوا في التوعية والتحسيس. الهدف نتاعنا هو انه على تطبيق البروتوكول الصحي سواء نحن توا مع المواطنين مع المرة والا في المحلات. المحلات واضحين هناك توا باش نخدموا كوتي نحاولوا مثلا نوعيوا العباد بالتنسيق مع سي الاسعد نحاولوا نحن كجروب كامل مع بعضنا فما نظام اللي موش لابس بافات مثلا نقولوا له البس بافات اللي باش نحاولوا نعقموا البعض من العباد اللي موجودين نعطيهم شويه جيل وديما الهدف نتاعنا ديما نقولوا نحن للصحه نتاع المواطن الهدف نتاعنا في التوعيه والتحسيس اخر مرحله كي نلقاو حاجه ماهيش منظمه نمشيو للردع نحن ما نحبوش الردع الردع ديما اخر حاجه نحن في تطبيق القانون نوعيوا العباد لكن لهنا فما نوصلوا مرحلة وأنه ما حبش يتوعى الشخص هذاك نتبقوا عليه قانون نحن في بلاد قانون ومؤسسات وتبقوا قانون لا أكثر لا أقل أما ديما يلزمنا نبينوا المعلومة ونوسطوها ونبينوها ونوظفوها لا أكثر لا أقل ومشكورين. يسترنا برك من البلاد Thank you.
مستقيم يوميا كل يوم فهمتها حتى الخمسة متاع العشية فهمتها لكل شيء تبدا الكل الكيران الكل نشوف فيهم الكل متاع ديب وزهروني الكل نعقبوا فيهم سيبت فهمت عرفاتنا فهمت قال يوميا ديما فهمت تبدا الكيران ديما معقب يوميا كل يوم وكم جيتوا انتم على حسنية وشفتوا اي قبل ما تدخل الكار ولا فهمتها محطوطه يلزمها معقمه ما فما حتى نقاش التعقيم هو الكل خاطر توك تشوف المرض وتشوف فهمت سبحان الله فهمتها ودائما دبوا الزهرون يومين عرفاتنا يومين متاكدين علينا يومين يلزمك من غير ما تخرج يلزم الكار ديما معقمه موفرة كل شيء فهمتها من دب الزهروني موفرين كل شيء من المدير من سي والناس من سي شوشين من الكل موفرين كل شيء يوميا وضعي برودوي فهمت بتبيعته تعقيمة فيه حد شيء فهمت ناحي جرثومه يبدأ محذوب يوميا